السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الحصة الثالثة، لماذا تتغذى الحيوانات. إذن صفحة 68 عفوا. إذن غادي نتعرفوا بعض مظاهر نمو الحيوانات. لاحظوا معي وضعية الانطلاق. إذن تكبر الحيوانات بعد مرور الزمن. إذن الناقة إذن تعطي لنا إذن صغير الجمل، إذن بعد مدة سيكبر كذلك ليصير حيوان بالغ. نفس الشيء بالنسبة للخرفان إلى آخره. إذن التساؤل، هذه الحيوانات فهي تتغذى؟ إذن بطبع الحال عندما نقول تتغذى، إذن نتساءل لماذا تتغذى، ما هو السبب الذي يجعلها تتغذى أو السبب الذي يجعلها تبحث عن الغذاء باستمرار. إذن نطرح التساؤل، لماذا تتغذى الحيوانات؟ إذن أقترح جوابا، إذن تتغذى الحيوانات لتنمو وتكبر. إذن لتنمو وتكبر. إذن سنتعرف سبب يعني الذي يجعل الحيوانات تتغذى. يضع مربو الدجاج كل مجموعة من الدجاج في مكان خاص. بطبيعة الحال لأن كل نوع أو كل مجموعة تحتاج كمية معينة من الغذاء. مثلا الديك بالغ فهو يحتاج إلى كمية قليلة. إذا لاحظوا معي، إذا نحن نتحدث عن البطاقات ثم نتحدث عن هناك مجموعة تحتاج إلى كمية قليلة من الماء والغذاء، يحتاج إلى كمية متوسطة من الماء والغذاء، يحتاج إلى كمية كثيرة من الماء والغذاء. إذا ثم لدينا الديك البالغ، لدينا الكتكوت، ثم لدينا ديك في طور النمو. إذا مرحلة يعني وسطية بين الكتكوت وبين الديك. إذا كل مجموعة أو كل حيوان فهو يحتاج إلى كمية معينة. مثلا الكتكوت فهو يحتاج إلى كمية قليلة من الماء والغذاء، إذا في مرحلة نموه، إذا في هذه المرحلة فهو يحتاج فقط كمية قليلة. بينما الديك فهو يحتاج إلى كمية كبيرة كثيرة من الماء والغذاء نظرا لكبار حجمه. وبالنسبة للصغير إذا هنا فهو يحتاج إلى كمية متوسطة. إذا نستنتج، إذا تختلف كمية الماء والغذاء التي يحتاجها كل حيوان حسب مرحلة نموه. إذا المرحلة اللي فيها هو واش صغير واش بالغ واش متوسط إلى آخره. إذا شرب وتغذية الحيوانات تمكنها من النمو. من مظاهر النمو عند الحيوانات هي الزيادة في الطول، إذا كيطولوا، وكي الزيادة في الوزن أو الكتلة. إذا في الكتلة، إذا نقول الكتلة، في الكتلة ليس الوزن، إذا الوزن ماشي هو الكتلة، إذا في الكتلة، إذا في لاماس، لأن الوزن مقدار لا يعبر عن المفهوم ديال الكتلة في هذا الدرس هذا. إذا ينمو الحمل أو الحمل عفوا ليصبح كبشا. الحمل تيكبر باش يولي كبش. عندنا مراحل النمو، نمو الخروف. إذا لاحظوا معي، المرحلة الأولى هي المرحلة ديال باء، يعني فاش كيكون حديث الولادة، ثم يبدأ رويدا رويدا في النمو، يعني رأي جيم، وأخيرا حتى يصير خروف بالغ. إذا ألف ألف، إذا باء جيم ثم ألف. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله يتجدد في الفيديو القادم مع الحصة الرابعة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.